كمدخل يسير، لان رانا اكثركم يعني من الفضلاء ولا تحتاجون الى مدخل او مقدمه مفصله. مساله الاتليه اول تحليل الموضوع الكلي العقل في القران وفي الحضاره الاسلاميه كالعادة في المباحث الأكاديمية الغربية، نبدأ بتحليل هذا الموضوع العقل. كيف نتلقى هذه الكلمة؟ بأي معنى؟ هل نترجمها أولا في ذهننا أو علانية؟ كيف نترجمها؟ reason, intellect, intelligence, entendement بطبع في اللغة الفرنسية، في معاني كثيرة. فالأولى أن لا نترجم أولا ونأخذ كذلك العقل ونسعى باستنباط معانيها أو معنى الكلمة من نفس المتون، أي متون. قل في القرآن ماذا يعني؟ في القرآن فقط، في القرآن أو في القرآن والحديث؟ أولا محدودة البحث، ثانيا عم نبحث في القرآن كلمة العقل، الاسم العقل اسم، أو أوسع كل المشتقات من مصدر عقل، أو ثالث كل ما جاء من المترادفات في معنى العقل أو عقلة، مثلا لوب الباب، حجر، حجا، أولو الحجا، أولو الحجر، أولو الألباب. أولا إذا بحثنا في نفس القرآن فقط عن كلمة العقل يعني اسم العقل، كم يوجد، كم موارد من كلمة العقل في القرآن نجدها؟ هل تعرفون؟ كلمة العقل مو المشتقات، لا يوجد أصلا، صفر، لا يوجد اسم العقل في القرآن، فقط يوجد فعل العقل، يعني الفعل المشتق من مصدر عقل بالماضي المضارع يعقلون نعقلوه إلى آخره. وهذا هو الجواب الصحيح. 49 هو قال مورد من مثلا يعني أفلا تعقلون كثير، أو أفلا يعقلون، أو لقوم يعقلون أو تعقلون، أو مقرون بالسمع لو كنا نسمع أو نعقل، يعني يوجد سمع نقل وسمع، ويوجد عقل فعل عقل مو اسم عقل. وهذا 49 مورد. ولكن الاسم، اسم العزف أو القوة التي ينسب إليها فعل العقل هو شيء من مترادفات القلب، القلب، الفؤاد، الصدر، اللب، يمكن. نعم. إذن إذا رجعنا إلى مباحث اللغوية القرآنية،